رشقه تتبعها رشقه من صواريخ ايران الاوسع في تاريخ الاحتلال الى هجمات الحوثيين بثلاثه اخرى تستقبل اسرائيل الضربات وتنشغل باحصاء عددها فيما ترقب المنطقه مال التصعيد وقد احيلت سماء الشرق الاوسط الى ساحه مفتوحه لتقاذف النيران فعقب ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إطلاق ثلاثة صواريخ مجنحة باتجاه مواقع عسكرية في عمق الاحتلال الإسرائيلي في ثاني هجوم خلال يومين الهجوم الاخير للحوثيين ترافق مع هجمات اخرى شنتها فصائل مواليه لايران في العراق ولبنان في اكمال للمشهد المنطلق من طهران وهو ما اكدته الجماعه في بيانات اشادتها بالهجمات واعلان استعدادها المشاركه فيما وصفتها بالعمليات المشتركه ضد الكيان الاسرائيلي لم يكن المشهد المشتعل في سماء اسرائيل مقتصرا على رغبه ايران في التعبير عن نفسها بعد الضربات المتتاليه التي تلقتها من الاحتلال واحده تلو اخرى غير انه القى في سماء الشرق الاوسط اشاره من نار لمرحله جديده ينتقل فيها الصراع من تصعيد لاخر ولا افق لنهايته هذه المره أو ذاك ما يقوله مسار الأحداث من حرب غزة في أكتوبر الماضي إلى اجتياح لبنان، وما بينهما من هجمات في البحر الأحمر والحديدة، وأخرى وصلت قلب طهران وتل أبيب، فيما يبدو أن أكتوبر يعود هذه المرة بتصعيد ينقل المعركة إلى ما كان يحذره العالم ويخشى وقوعه.